جدي أحرام وستي عشتروت. كيف؟ رح خبركن. مش بالصدفة موجودة أنا اليوم هون قدامكن، إنما نتيجة حب وشغف لنقل الكلمة خلقوا معي بالفطرة. إنه كون بنت مدينة صدرت الحرف للعالم شي كتير حلو، وإنه وصل كل حرف بطريقة صحيحة هيدا الأحلى. لما قررت إنه أدخل مجال الصحافة كتار قالوا لي شو بدك بمهنة المتاعب، هيهن قدامك سليم اللوزي، رياض طه، جبران تويني وكتار غيرون. لكل يلي رهنوا إنه يلغوا الكلمة الحرة والصوت الحر رح قلن نحن الحرف، نحن الكلمة، ونحن الحرية. إليز مرهج اسم جديد رح ينضاف على الأسامي اللي بتعشق تنقل الخبر، ومن هالشاشة الصغيرة بوعدكن إنه انقلكن أخباركن بكل مهنية وموضوعية. بشوفكن قريباً. إذا مشاهدينا وبمتابعة مباشرة من الصيفة، ومثل ما كان متوقع أعلن منذ قليل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل استقالة وزيري الحزب أنا حكيم وسجعان أزة من الحكومة. هذه الاستقالة أتت بحسب الجميل نتيجة التراخي والصفقات المشبوهة داخل الحكومة، وكان الجميل قد تلقى عدة اتصالات من حلفائه للتراجع عن هذا القرار، إلا أنه أصر على موقفه معتبرا أن حزب الكتائب لا يمكن أن يكون شاهد زور داخل الحكومة. نعود لمتابعة برامجنا وسنوافيكم بكل جديد. ابقوا معنا.